رمضان كريم واهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يا اهلا وسهلا، اهلا رمضان وسهلا كريم على الجميع. صباح الخير عن جديد، ينعاد عليكم بكل الخير يا رب. واليوم عم نحكي عن موضوع مثل ما قلنا هو نحن بامس الحاجه له. بالبدايه استاذ بنبدا معك استاذ فراس، نحكي كل الاشخاص بيقولوا قبل ما يفوتوا بقصص النجاح والتميز لازم يعرفوا شو هي قدراتهم. قد ايه بتجيك هذا السؤال، انا كيف ممكن اعرف شو قدراتي بعدين بلش بتنميتها وتطويرها؟ التحدي الاول وخاصه عند شبابنا بهالظروف اللي صار لهم، انا بقول يعني خلال الظروف اللي مرت فيها البلد، كثير من الشباب للاسف صار عندهم نوع من الاحباط، او بالعكس تماما صار عندهم نوع عكسي تماما، يعني الحاله العكسيه اللي ممكن يكونوا توسعوا كثير ببناء قدراتهم. ولكن عم نحكي على الشريحه الاوسع، للاسف كثير من الشباب عم تخاف من انه هي تكتشف قدراتها. هذا الخوف نتيجه للاحباط، هذا مسمي الشعور اللي كان سائد. أول شيء نحن بنحفز الشباب إنه يكتشفوا قدراتهم عن طريق معرفة إنجازاتهم. كل شاب، كل صبية أنا باعتقادي ظل موجود بهالبلد هو إنجاز. كل إنسان في عنده إنجاز. أول ضوء كنا نضوي عليه نحن إنه نخلي هدول الشباب يكتشفوا إنجازاتهم. تمام. يكتشفوا إنجازاتهم، ما شرط تكون نحن دائما الأهل، نحن نتمنى الأهل يساعدونا بهذا الموضوع. ما هي الانجازات؟ انه الشاب او الشاب الصبيه يكونوا الاولي او المتفوق او لا، بالعكس تماما، قد يكون الانجاز بسيط جدا. قد يكون الانجاز لهذا الشاب انه هو فعلي قدر يقدم لحاله، الناس بنسميه علم جديد، معرفه جديده، خبره جديده، مهاره جديده، مهنه او حرفه ممكن تكون هي، اي شيء هو قدم لحاله هو عباره عن قدره جديده اكتسبها، مهارة بده يطورها بالمستقبل. لذلك النصيحة الأولى لشبابنا وخاصة كمان للأهالي، لا تضغطوا على الشباب، بالعكس تماما، خلوهم يكتشفوا قدراتهم بأنه يعرفوا إنجازاتهم، يعرفوا إنجازاتهم. خلينا دائما نحكي بالواقع الإيجابي أكثر ما نحكي بالواقع السلبي، وخاصة ضمن هالظروف باعتقادي هلأ بفترة يعني إيجابية، كورونا اللي سكرت الدنيا تماماً. احباط زيادة يعني. أنا باعتقادي هي إيجابية بالمفهوم، وهذا اللي بنسميه نحن personal SWOT analysis، وقت بنقول لهم للشباب اعملوا تحليل لنقاط القوة والضعف الداخلية عنكم والفرص والتهديدات أو التحديات الخارجية، أوتوماتيكيا حنكتشف شو هي إنجازاتنا، وبالتالي فورا نكتشف قدراتنا. نعم، خليني انتقل لإلك ونحكي شوي. كثير يمكن من الشباب، كونك انت ايضا شاب، كثير من الشباب يعني عانوا انه من اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم. انت عندك قصه مهمه، تجربتك بهذا المجال، كيف حولت يمكن احلامك لقصه نجاح اليوم؟ خبرنا عنه. اوكي، اول شيء انس هو شاب سوري، بال 2012 خلص البكالوريا تبعي اللي هي كانت عز الازمه عندنا بالوقت، يعني اللي كان كل الشباب عم تكون القصص فيها عندهم ملخبطه وما عارفين وين بدها تروح. بهذاك الوقت كان اول تحدي عندي انه اختار اساسا الجامعه والاختصاص تبعي بالجامعه شو بده يكون. فكان في عندي احد خيارين، كان بدي اما صيدله او كان بدي اداره اعمال، بناء على شيء كنت عم اسال عليه قبل. نتيجه معدلي ما طلع لي صيدله. هذا انت بدك اياه مو اهلك؟ لا انا كان بدي اياه 100%. فنتيجه المعدل تبعي ما قدرت دخل على كلية صيدلة، دخلت على كلية الاقتصاد. ووقتها كنت أنا حابب فوت بإدارة الأعمال، بالسنة الثالثة نحن عنا تخصص، كل العالم تيجي تقول أنا شو بدي أتخصص، محاسبة ولا مصارف ولا كذا، أنا كنت عارفة إنه أنا بدي إدارة أعمال. هلا بقت القصة وين؟ إنه أنا أعرف أساسا بأي مجال من مجالات إدارة الأعمال أنا بدي أشتغل لاحقا. فصرت شوف المجالات، أعرف عنها أكثر، أفهم عنها، أعمل سجل في عدة هيك دورات كانوا بسيطين، بس أقدر أفهم المجالات اللي كانت موجودة. اخترت صراحة مجال إدارة الموارد البشرية. بعدها في اجباري بيصير في عنا هيك عائق ثاني بحياتنا، اللي هو دائما نحن لحتى نقدر نلاقي شغل بدنا خبره، ولحد ما نقدر نحصل على الخبره بدنا شغل، وقعد نفوت بهي اللوب اساسا اللي احنا بنغرق جواتها. فالشيء اللي صار انه بلشت اتطوع باكثر من مكان لحتى احقق شغلتين، اول شغله اني عن جد اقدر اقدم شيء للمجتمع اللي هو بحاجه كان بهداك الوقت، ان كان بموضوع تنظيم ولا ان كان بشيء له علاقه بالاتش ار او بالموارد البشريه، بس هيك بشيء كان بسيط جدا. وبعدها بلشت بشغل بدوام جزئي باحدى الشركات بمجال خدمه الزبائن، بس كنت بعرف انه بهي الشركه هو ممكن يكون في عنا تطوير لقدام. بعد فتره صرت محقق نتائج كثير عاليه اللي هي كانت مده 5 شهور، بعد فتره طلبوني الاتش ار اني اكون موجود معهم بالقسم. ففتت هون كانت اول شغل لي بمجال اداره الموارد البشريه. كنت عم اشتغل بمجال التوظيف، ضليت لمده 4 سنين مستلم التوظيف للشركه الكبيره، وبالاضافه لمجموعه كثير كبيره من الشركات الثانيه اللي كانوا عم يشتغلوا بمختلف القطاعات السوريه، يعني عم نحكي شيء صناعي، عم نحكي شركات تجاريه، عم نحكي شركات اعلانيه، عم نحكي حتى اذاعات، كنت مستلم التوظيف لهم. فهذا الشيء خلاني اشوف السوق السوري بطريقه مختلفه، خلاني اتعلم كثير وحقق انجازات كثير. وظفت خلال هذيك الفتره اكثر من 1500 شاب وصبيه سوريين
شركات، او عفوا عملت مقابلات معهم، وظفت حوالي 500 شخص من بيناتهم قدروا يتوظفوا ويكون في لهم شغل لحتى يقدروا اساسا يكونوا فاعلين بالمجتمع. بعد فتره قلت انه يعني الى حد ما اخذت خبره كافيه وصار في عندي اهداف صراحه مختلفه، اللي هي عن جد اني ارجع لموضوع اني ساعد الشباب. فرجعت انتقلت لمؤسسة اسمها مؤسسة سند الشباب التنموية، اللي هو فريق سند بالوقت الحالي. سند هو خير من يشتغل بمجال العمل التنموي وبيساعد الشباب وبيدعم الشباب، فكانت معهم بعدة مجالات. أول مجال كانت فيه مستلم فريق بقسم معين، أنا هون بلشت أتعلم أكثر مهارات الليدرشيب ومهارات القيادة، كيف هيك إني أقدر قود فريق، كيف إني أشتغل ضمن فريق، كيف أساساً أكون عم وجه الأشخاص وعم حاول طورهم. بالإضافة كمان كنت عم أشتغل شيء تاني اللي هو كنت مستشار ومدرب بمجال المسار المهني، فكنت عم طور الشباب، قدم التدريبات، اعمل جلسات استشارية كيف يقدروا يفوتوا على سوق العمل، كيف يقدروا يفوتوا ويختاروا اساسا الشغل المناسب لهم، كيف يقدروا يحصلوا على الشغل اللي بالدنيا. هلا بالوقت الحالي عم اشتغل بمنظمة دولية بمجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة في عندي شغل اللي هو فريلانس او عمل مستقل مع عدة شركات موجودين جوا سوريا وبرا سوريا، مدرب عدد كبير من الساعات وبنفس الوقت مستلم اكثر من شركة من الـ A to Z بنظام الموارد البشرية، مؤسسهم نظام كامل ومسلمون اياه. فالحمد لله يعني بالوقت الحالي في عندي هيك رضيان عن حالي، اكيد عم كمل اكثر واكثر بماجستيري، اكيد عم كمل اكثر بشغلي، بس عم حاول قد ما فيني ضل عم اتعلم، ضل عم اتعلم، انه هي رحله الحياه هي تعلم بس. كثير حلو انس اللي عم تحكي لنا، يعني يمكن حاولت تلخصه بدقائق قليله ولكن هي اكيد رحله عمل ومعاناه وجهد كثير كبير، وما انك واقف عند هون، اكيد السنه الجايه رح نستضيفك رح تكون عامل شيء اكبر، بنتمنى لك التوفيق. نرجع لك استاذ فراس، اليوم عم نحكي عن قصه الشاب يمكن عنده هي الاراده وعنده يمكن تهيأت له بعض الظروف وتحدى بنفس الوقت، اليوم بعض الاشخاص يمكن ما عندهم هي القدرات او ما عندهم نوع من الاحباط من الظروف. خلينا نحكي عن اللبنة الأساسية لأي شخص حابب أنه يكون ذاته ويمشي بهذا الطريق، شو هي الخطوات الأساسية اللي لازم يعملها؟ نعم، أول شيء أنا بنصح الشباب أنه يتخطوا مرحلة أو الفكر اللي بنسميه نحن أنه نحن معنا فرصة، بالعكس تماما، مع أي تحدي في فرصة، وجود أي حاجة مجتمعية هي فرصة لهذا الشاب أو الصبية تتطوع بأي جمعية بأي منظمة بأي مبادرة، وخاصة مثلا مثال برمضان يعني يسق له خبرته الأكاديمية بشيء عملي. تماما تماما، يعني أي بأي محافظة بأي قرية صار في مبادرات شبابية، صار في جمعيات عم تشتغل على الأرض، هي أول نقطة اللي أني حس أني أنا موجود ضمن المجتمع. تمام. وبالتالي وجودي ضمن هذا المجتمع عم بقدر اكتشف احتياجاته، عم بقدر أنا أعرف شو هي القدرات اللي موجودة عندي مشان ساعد هذا المجتمع. بلشت أنا هون مثل ما قالت تماما، أنا أدمج خبراتي الأكاديمية، معرفتي النظرية مع شوية إذا بدنا نسميها مهارات مهارات عملية بالعمل الجماعي، مهارات للقيادة، حتى مهارات ببعض الأحيان مهارات تواصلية. لذلك النصيحة الأولى ببسطة، شبابنا بيقدر يتخطى أول أزمة اللي هي يكتشف أولاً قدراته عن طريق أنه يطور السوفت سكيلز أو المهارات البسيطة اللي عنده. تمام. مهارات التواصل، ممكن مهارات العمل الجماعي، هي صارت أساسيات لأي مدخل لسوق العمل. وبالتالي متى ما هو بلش يطور هذا، صار في عنا هلأ الفرصة الأهم اللي هي الدورات الموجودة أونلاين. اي شاب اي صبيه اكيد في عندهم موبايل، صار في منها مجاني بعتقد. تماما. كمان صار يعني في عندهم هلا دخول على الانترنت بالموبايل، بيقدر يفوت على الموكس اللي هي مجموعه من الكورسات المجانيه عبر العالم سواء باللغه العربيه او بالانجليزيه، وبيقدر يبلش يطور قدراته. التحدي القادم هو انه ما تكون هالتطويرات عشوائيه، يعني مو اي انسان شاف اي كورس او شاف اي نوع من التطوير يطور حاله، لا، حقيقه هون منبلش نفس الفكره اللي حكاها الاستاذ انس، انه ركز على مسار وظيفي واضح او كارير واضحه، وما شرط تكون الكارير العلاقه بنفس المجال اللي انت درسته، قد يكون المجال اللي انت درسته مثل ما قلتي حضرتك فرض عليك من قبل اهلك، او بالعكس تماما هو له علاقه بتوجهاتك. وهون في اختبارات كثير موجوده على الانترنت، وانا بنصح كثير الشباب تفوت بس تدور على ابتيتيود تيست او اختبار ميول وظيفي، ما بياكل اكثر من 10 دقائق فعليا، هذا الاختبار حيوجه الشاب والصبيه لتوجهه المهني الحقيقي، وبالتالي يبلش يطور حاله بناء على هذا التوجه. حلو كثير. انس، من خلال احتكاكك وخاصه انك نفس العمر مع هدول الشباب اللي يمكن يكونوا خريجين، ممكن يكونوا بعدهم عم يدرسوا، حابين يطوروا مهاراتهم، حابين ياخذوا مصروفهم مثل ما بيقولوا، يامنوا استقلالهم المادي لانه هي الحاجه الاكثر الاولويه عند الشباب. كيف عم تشوف هل الشباب ضايع بتحديد اهدافه او قدراته؟ شو بتنصحهم هيك من خلال انت خبرتك حتى بالاحتكاك معهم؟
اوكي، هلا كلمة ضايع هي شوي كلمة هيك قاسية عليهم، تمام؟ عمليا بظل الظروف يعني ما بيعرفوا شو بدهم، تمام؟ فنحن يعني اكيد هو صعب الشخص يلاقي الطريق تبعه، ما بيقدر ممكن يلاقي الطريق اللي هو بده اياه بشكل سهل، تمام؟ بس هيك اذا فينا نقول بطريق او بتوجيه معين او باستشاره معينه او عن طريق سؤال معين بيقدر يلاقي شيء وكل شيء بيصير بيسهل عليه. نحن في عندنا نقطه انه نحن ما بنعرف نسال او ما بنعرف نروح عند الاشخاص الثانيين ونطلب منهم انه انا حابب اخذ استشارتك بمجال معين، مثلا بيجي عند زينب، زينب انا حابب اروح على مجال الاعلام، شو بتنصحيني؟ تمام؟ فلما بيجي لعند شخص من الاشخاص هو في عنده خبره بمجال معين بيسهل عليه طريق وبيختصر عليه كثير مراحل. فهي نصيحه من النصائح اللي انا بوجهها للاشخاص، انه دائما لما ما تعرف اسال. حتى لو عاملين كورسات تدريبيه بتنصحهم انه يعملوا ولا ممكن انه يطوروا حالهم حتى لو كانوا هيك مثل ما بيقولوا خريجين جداد مثلا؟ كل حدا من الاشخاص بيلاقي الطريقه المناسبه لإله ليطور حاله. في اشخاص عن طريق دورات تدريبيه، في اشخاص عن طريق انه يروحوا يسالوا اشخاص، في اشخاص بتلاقي لا انا عن طريق انه بروح بقعد بقرا وبدور وبطور حالي بمجال عن طريق انا تعلم ذاتي موجود عندي بقدر اطور حالي. في اشخاص بتقول لك لا انا بقدر اساسا اعمل كورسات اونلاين، هي الكورسات انا في عندي جلد اساسا نضل قاعد وهلا العالم كلياتهم بتوجه بهذا المجال فانا قدران اعمل هذا الموضوع. فكل حدا يدور على الطريقة اللي هي مناسبة له، بس الشيء اللي احنا كلياتنا متفقين عليه انه ما حدا لازم يوقف، لازم يضل عم يلاقي الطريقة اللي هي تقدر تساعده، بس شو الطريقة الأنسب؟ كل شخص هي مناسبة، يعني كل شخص بده يلاقي الطريقة الأنسب له انه يتوجه فيها. تمام، ناس حكينا عن قصة النجاح مثل ما قلنا بطريقة سريعة، خلينا نحدد الوسط المحيط فيك من أصدقاء، من عائلة، كل الوسط اللي عم بيحيط فيك قد ايه بيأثر ان كان بشكل سلبي او حتى ايجابي، ان كان بدعمك وتشجيعك وان كان يمكن بجمل بسيطه ما بتقدر، ظروف البلد كل شيء صعب، قد ايه مريت بهذا الشيء؟ اوكي طيب، دائما في عنا هيك مثل بيقول قل لي من تصاحب اقول لك من انت. دائما الوسط المحيط اكيد كثير كثير بيأثر، دائما لما يكون في حوالينا اشخاص هن عم يدعمونا، هن ممكن يكونوا قدنا وماشيين بنفس الطريق، لما بتشوفه نجح فانت بتحاول تنجح كمان، تمام؟ لما انت بتنجح كمان هو بينجح نفس الشيء. بنفس الوقت الاهل هن لما بيكونوا موجودين مع الشباب بيحاولوا يدعمون ويرجوا انه هن معهم ما يحددوا لهم طريقهم، يعطوهم نصائح، النصيحه مو ضروري الشخص يتبعها، الشخص دائما بيشوف الشيء الانسب له وبيحاول يلاقي الطريق الانسب اللي هو ممكن يمشي فيه، بس النصيحه لازم يسمعها. تمام. اما مو ضروري هي النصيحه، لا انت لازم تتخصص صيدله، اكيد لازم تفوت صيدله، لا الواحد الاهل هن شايفين مجال الصيدله ظريف بيقولوا بابا والله انا شايف هذا المجال ممكن يكون مناسب لك. الشاب هون مهمته يسال ويدور ويضل عم يشوف. بنفس الوقت الرفقات، بنفس الوقت الاشخاص اللي بيكونوا حواليه، دائما الدعم اكيد بيخلي الشخص دائما يضل مستمر. استاذ كمان بدنا منك نصيحة أخيرة وسريعة قبل ما ننتقل لموجز الأخبار لكل الشباب اليوم يلي حابب أنه يدور على ذاته، خلينا نقول ذاته لحتى يحقق ذاته كمان بهذا المجتمع. أنصح الجميع وخاصة شبابنا صبايانا أنه يندمجوا مع المجتمع أكثر، ما يبعدوا عن مجتمعهم، مجالات التطوع رائعة جداً، اشتغلنا كثير على تطوير الشباب نحن وخاصة بالجمعيات الأهلية والمنظمات. نصيحتي للشباب وجودكم بمجتمع صحيح، بفريق تطوعي، ببيئة إيجابية وخاصة برمضان، هو أول طريق ليخليك تشوف الناجحين. مثل ما قال أنس، إذا بلشنا مع شباب ناجحين حننتقل لنصير ناجحين أكثر. وبنصح الشباب ما يشوشوا حالهم أنه يساووا كل شيء دورات، لا بالعكس تماما. اوكي سوفت سكيلز ممتازه جدا، ممكن تعمل مهارات سريعه، ولكن تخصص بمجال اللي انت تبدع فيه، وهذا اكثر شيء ممكن يطور مسيرتك الوظيفيه للمستقبل. نعم، مشكورين كل الشكر يمكن على كل المعلومات اللي قدمتوا لنا اياها، بامس الحاجه لاسس نجاح مثل حضرتك استاذ انس، ولكل النصائح اللي قدمت لنا اياها، بحاجه كمان يمكن فتره اطول ناخذ منك ومن خبرتك ومعلوماتك. شكرا كثير لكم وكل التوفيق. شكرا لكم. بدنا نشكركم كثير على وجودكم معنا، بالتوفيق لك انس، وهيك ان شاء الله تكون كمان محفز لكل الشباب، واكيد استاذ يعني نصائحك لا يمل منك، بنتمنى يكون معنا وقت أطول، بنتمنى يكون الكل استفاد من النصائح. شكرا لوجودكم. شكرا لكم.